لا صفوت حجازي. صفوت حجازي بقى قال ايه؟ هو في قناة اسمها الفراعين؟ اه يا دكتور صفوت، في قناة اسمها الفراعين اللي بتفضح الاخوان المسلمين، في قناة اسمها الفراعين اللي معلمة على الاخوان المسلمين، في قناة اسمها الفراعين، ها اسمعني كويس، اللي طلعت عليها حياة الدرديري وقالت لك على القدس رايحين احنا ودول شاهين، فاكر ولا محدش قالك؟